الآن إلى البصرة، وهناك مواطنون يتحدثون عن حالات تسليب وقتل لسائقي السيارات الحديثة تنفذها العصابات والميليشيات بسبب غياب الأمن. شهود عيان ذكروا أن أكثر من حالة قتل وقعت بسبب غياب دور القوات الحكومية واستمرار فوضى السلاح. اللي حصل هنا ساعة 8 وربع تحديداً، طلع سيارة بيضاء يمكن على الانترا، أنا شفتها على الانترا، اجت منها نزلت من الشارع، هذا هنا بالباب وياي جماعة من السماوة سوا، العفو عمال، فمن استدار منها شوي هنا لزمت بريك السيارة، بعد تعرف أنا بحثي ساكن هنا وأشوف الرايح والجاي، فمن افترت السيارة ثارن ثلاث طلقات. حركت حيل، احنا بعد عبالنا من هاي رايحة رادينا نشوف هاي الدراجات هسه، لا لها معرف لا ضوء لا انارة لا شيء، منطقة يعني شبه مرتع للرايح اي مرتع هاي شوف هاي الكبسلات وكله، انا صار لي سنة، فاجى شوية اجى السيارة منها طق الضوء، عاينا بعد هاي قريب شفنا الزلمة يلابس. ركضنا عليه بلغنا الحكومة على ما اجى وعلى ما شوف هذا نادم. حادثة الأولى هاي؟ لا والله مو الاولى، هاي ذاك اليوم بنية هناك قتلت قبل لا حطانا قالوا هنا صارت حادثة قتيل قبلها يعني هواي غير ما ندري بيهن. فهي هاي السبب شوف هالشارع شعرضة لا ضوء لا هاي، والاحسن تكون دورية مثلا ترابط او سيطرة، يعني هم ما يصير هيك الضبط هاي هسه احنا ما نسجل بالوحدة بالليل، هم ما يصير هيك الضبط هاي. شنو هذا الدم؟ هذا الدم بعد ما الزلمة المقتول